دعاد رزق موجودة معنا بول اوف فيم، ممثلة منعرفت من 15 سنة ومحبوبة جدا جدا، ولكن وجه إعلاني من 29 سنة تقريبا، يعني 27 كان تقريبا عمرك شي سنتين وقتها بلشت تصيري مع سنتين. شو بقى عم تكبرني؟ اهلا وسهلا بونجور دعاد حبيباتي. مبروك الفيلم اول شيء. ميرسي بوكو. لا فيلم حلو كثير. عم نحكي عن فيلم وانتد لنيبال عرقجي يلي مشاكل. بوجه لها تحيه، هاي حبيبه قلبي، حبيبه قلبنا كلنا. لا جد الله يوفقها فيه وبتاخد حقها. وانت عم تاخذي حقك لانه دور بطوله هالمره. صح. دور بطوله بيلبق لك، انت اللي بدك تطلعي وتهربي من هي اول مره باخذ دور بطوله. بتستاهلي. هلا رح نشوف انت بطلة قلوبنا حبيبتي. هلا رح نكتشف بالتريلر القصه حول هالسيده اللي بدها تطلع لو شو ما كان من دير العجز اللي موجوده فيه، بتهرب وبتطرق صاحبه ال. بدنا نبلش بالتريلر هيك لنفوت دغري ب. يلا بنبلش بالتريلر اذا صرنا ريدي. انا وين بدي اطلع؟ فينا. فيكن عم. أنا حلوة يا جميل. أقبل المية. ويني كوين قطعتها من زمان؟ قد إيه عمرك كريم؟ 36. كتير كبير علي. الكل عقبته. أليزي أليزي. جاكو، إجيكي مكتوب. جاكو عنده مشكلة. شو؟ أكشن تايم. وين أمي؟ كيف بدنا ندفع؟ لله يا محسنين يا كرام. بونجور ديموازيل. بونجور. سامحنا يا ابتاه. نحن صاروا عم يعملوا سواقير عم عسال. اياك تسامحنا على اغلاط اللي قطعت واغلاط اللي رح يجوا. انا بفرجيكم. اللي مخبى تحت الكوميديا هو يعني حقيقة صعبة شوي بيعيشوها كل المسنين بلبنان، ويلي هي دار العجزة. أربعة هربتوا، بس هربتوا لسبب أكيد. ولكن تبين بعدين أنه لا، هو سبب أكبر من هيك. مزبوط. سبب هو أنه بتكون ترجعوا لحياتكم وحريتكم وعائلتكم. والأكبر من هيك أنه يعني رجعني لحق على جاكو. شو كان المشكلة الأساسية؟ المشكلة هو هي دفنة جوزها بالضيعة، وهيدا قلوش تلاب 300 سنة مدري قدي. بتعرف انه عالم بتشتري الارض بدها تهبط وتشلها جوزها من هيدا. حضرتنا بنعرف نحنا، بنقلم عليك بنقوم نهرب وبناخد لحق انه يعني نستولوا على الارض، وهي مش لقالون يعني. بس الحمد لله قدرنا وقفناهم. شو كان اصعب شيء بالنسبة لك بهيدا التصوير؟ لك ما في شيء. هيدي كل شغل بتعمله، كل عمل بتشتغله بدك تضحي كرماله تنجح بأي مجال، بكل شيء. ما في شيء بيجي على الهينة. بس بتنبسط وقت تلاقي نتيجة هالعمل اللي اشتغلته قد شو حلو. شارك كثير من المشاهير وكان عندهم هيك، في منهم دور مزبوط. نعم. فعلي طويل، ولكن في أشخاص كان عندهم هيك أبيرنس مهضومة بهالفيلم. كيف كان التعامل معهم؟ كيف هيك الجو كان يعني بشكل عام؟ لك الحمد لله نحن كلنا الأكيب كله كنا عائلة واحدة، بنحب بعضنا يعني ونساعد بعضنا يعني. ولا مرة صار في أي شيء، بالعكس يعني نعمل بوش لبعضنا. في عندك رجال كبير، شخص كبير بالعمر يعني بدك تعطيه قوة. طيب عنده أول مرة بيمثل، ما بحياته ممثل هذا جور اللي بحط كمامة. هاي أول مرة. نعم. اكتشفته نيبال عرقجي. برافو عليك. والنيبال يعني كتبت طبعاً، بس تغير أشياء بالسيناريو. لما وصلتوا على التصوير وعم بتنفذوا المشهد، يعني بقيتوا على كل شيء سكريبت مثل ما هو. هلا شوي زعبرنا أنا وجورج بنحكي إيش أنا. لا التزمنا، انتبه. بس طلع منا أشياء مهضومة تركتنا نعملها. شيء عفوي، ما هو العفوي سبب نجاحه للإنسان. هلا أنا مثلا افترض عندي مسلسل، هلا بقرا السيناريو بحفظ، بس بشتغل مثل ما أنا بحس. يعني مثل شو بحس أنا؟ بلعب دوري، بتحسني طبيعية مش كأني عم مثل. مش منشان هيك نجحتي هالقد؟ الحمد لله جد.
يعني اذا اخذ دور الزهايمر بتقول هي مزبوطه مع الزهايمر. عايده صبرا عندها دور مهضوم كمان بالفيلم، تلعب النظره او يلي عم بتوقف بوجهكم، كيف كانت العلاقه معها؟ يعني هون عندي كمان ممثله استاذه ومخرجه بتجنن عايده، شو بدنا كثير لنوصل لعايده نحن. بس لا يعني انا بالنسبه لي انا علاقتنا كانت كثير، يعني تصور مره عم بسالها لعايده قلت لها ليك عايده بدك شي مره هيك اجي اخذ درس تمثيل معك، قلت لها انت مش بحاجه انه انت مره بتجنن وما بدي، قلت لها لا بروح بتعلم يعني، قلت لها لا مش بحاجه. هيدا اللي كنت بدي اسالك اياه، بتاخذي بعد بنصايح؟ ايه؟ يعني اليوم من بعد هالشغل كله بتقدري تتقبلي اكيد ملاحظه او نصيحه؟ لازم يعني اي ملاحظه بشكره للشخص، اذا شايف شيء غلط وقال لي اياه يعني معناتها بحبني مش غلط، بالعكس ليه، بس اجمالا بعمل براسي انا يعني. عرفت كيف كسرتها وجبرتها يعني. وصلت على الاستوديو كنا مضطرين نطلع على الهواء نبلش المقابله، لا 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 وقفوا بدي اخذ صوره ونزلها على فيسبوك. شو لكن شو لكن يعني كمان عندك وانستغرام كمان شو 30,000 اذا بتحطها. لا لا بتعرف شو مره ابن مباشر قاعد صرت شيل شلت لي شي 500، قال لي ماما، قلت له شو بك، قال لي هيدا على الانستا، شو عم بتشيلي؟ قلت له شو بعرفني، فكرت انه محدود العدد. ايه مثل بفيسبوك قلت لي شي 500، ايه شايفني عم، قال لي شو عم تعملي ماما، قلت له عم شيل تبع الانستا صاروا كتار. وش من تحت تتواصلي مع الناس اللي بيكتبوا لك ويلي بيطلبوا منك اشياء على السوشيال أكيد ميديا؟ اكيد اكيد يعني بتجاوبيهم بترد عليهم لايك وبعمل له كومنت. بس من فتره مرتين عملت له بلوك لابني بهولندا على الفيسبوك. لابنك؟ ليه؟ دق لي قال لي يا ما شو بعرفني عم بعمل تخمين، بدي شيل عالم على الفيسبوك لان صاروا خمسه، بدي شيل تحت الخمسه بكفيني فيسبوك واحد. انجا قال لي حق لي خمسه اكونت شلته. دق لي قال لي ماما، قلت له شو بك تخبرني، هادي ابني عايش بهولندا يا حبيب قلبي ماما، الله يحميك ويحمي ساندرا وعائلتها وناجي كلهم بالغرب. خلي لك اياهم واولاد ولادك رح نحكي عنهم. واحفادي بجننوا حبيبات قلبي حبيبات قلبي. ايه بس ليش تعملتي له بلوك؟ عم نحكي هلا عن البلوك. كنا عم نحكي انه ليه عملتي له بلوك لابنك؟ ايه بعد قال لي، قلت له ماما اسكت انا عم شيل عالم، ركضت نزلت عند الجاره، دخيلك يا زينه يا طن دخيلك، عملت بلوك لابني. هلا صرت اعرف اذا عملت بلوك صرت اعرف رجعوا. تيتا دعد قد ايه بينبسطوا فيكي؟ قد ايه هيك فخر؟ قد ايه بحبوا يكزروا معك؟ وهل هن بعمر تاخذيهم على السينما تحضر هيك فيلم او يعني ما بعرف اعمارهم وين؟ انا مرشر هادي عنده بنتين، الكبيره عم تعمل تيارجيه بامستردام واللي الاكبر عم تشتغل بشركه مودلز يعني خرجت بلندن. نعم. اولاد ابني بس حبيبات قلبها لستون، هن اولاد بنتي ساندرا، انا ربيتهم كلوي وجو. قد ايه عمره؟ يعني عندي كلوي هلا صار عمره 16 وجو عمره 14، يعني انا بقضي حياتي بدبي، يعني اذا هلا شوي موقفه بس عاده بسنة ثلاث مرات بروح على دبي. بخبروا رفقاتهم عنك؟ بيتصوروا معك؟ كلوي قالت لي تيتا انا وقت اكبر بدي اعمل مخرجه، شو عرفت شو المخرج بالانجليزي؟ ما بعرف دايركتور. ايه دايركتور. بدها تعمل بالاي او بي هونيك، بدها تعمل دايركتور. قالت لي تيتا بالمدرسه كلهم بحبوك، بيقولوا لها نيالك تيتا شو مهضومه. يعني كنت مصدر وحي ساعدتها لتختار اختصاص. بدها تختار بدها تعملها حاطه براسها. بسم الله. إيه بقى هذا الفيلم قلت لي بتيسا متى بنزل بدبي لان بده يحضروه مدرسه المواكب كلها جرد بدها تحضر. دعد كيف بلش السنه؟ عندك غير اعمال عم تشتغلي لها؟ عم تحفظ سكريبتات جديده؟ في شيء عم تحضري لها الاشهر اللي جايه؟ هلا في عندي فيلم بدي صوره قريبا، بس اول مره بلعب هيك كاركتر. شو هو؟ بدي اخذ دور ساحره. أوه. مش هي صايب ما بعرف بس اكيد رح بتضحكينا صايب صايب بالكاركتر. يعني مثل يعني مثل وحده ساحره يعني شريره يعني شريره وانا مش شريره يعني بس بيمشي الحال. ونحن بدنا نقول لك يعطيك الف عافيه وطول عمرك حبيبتي. وان شاء الله بتضلك مصدر وحي مش بس لاولاد ولادك، لكل الناس اللي عم يحضرونا وتفرجيهم انه الحياه مع الضحكه
هي حياة أحلى. أهلا وسهلا فيك دعد رزق، وفي المونتد أكيد بعده بصالات السينما اللبنانية لكل الأشخاص اللي ما حضروه ركض هيدا الويكند وعم تحضروه وعم تحضروه. شكرا للزيارة رانيا، thank you for this day. مشاهدينا بكرة حلقة جديدة من اللايف، ميرسي للمتابعة، باي باي باي.